ودلوقتي تعالوا نشوف تقرير عن سمبوزيوم نحت بيعرض أعمال إبداعية لأربعة من الفنانين المصريين في رأس الحكمة بالساحل الشمالي. مصر مليانة بالفنانين الموهوبين في مجال الفنون التشكيلية، خاصة فن النحت اللي بيقدر يرسم الواقع والطبيعة في كل عمل، سواء كان على الجدران أو اللوحات أو هنا في قلب الشواطئ. وده بقى اللي بيسمى بفن البحر، اللي بيستمد أعماله من الأفكار المتعلقة بالصيف والبحر الجميلة والبسيطة. وده اللي هنعرفه من خلال افتتاح معرض أرت باي ذا سي في الساحل الشمالي. هنا في أعمال بتجسد ذكريات المصيف القديمة والجميلة وكمان البسيطة، وبجد تحف في الروعة والجمال وكمان الدقة في التنفيذ. أكيد حابين تشوفوا وتعرفوا التفاصيل، يلا بينا. الفنانين بيجوا بيستحوا من المكان، بنقدر كالمكان نفسه بيدعم الفنانين وبيدعم الانتاج الاعمال الفنيه لانها بتبقى مكلفه، والاعمال الفنيه بتبقى جزء من المكان زي ما انت شايف، تحس ان هي بجد معموله مخصوص، والناس كلها اللي بتيجي تزور المكان بتحس انه في روح للمكان، وهو الفنان المعاصر بيضيف الروح ده. ودي حاجه مهمه في مصر ان احنا لازم ندعم الفنانين المعاصرين بطريقه معينه، فاحنا كارض جيبت بنحاول نلاقي دايما حلول لكل العقبات اللي موجوده. المصيف راس الحكمه هو احد المشاريع اللي احنا شغالين عليها وفيها اللي احنا بنطورها دلوقتي في شركه ام سكويرد. والمصيف زي ما بنسمع او بنفكر في الاسم، المصيف حاجه بسيطه، الفكر بسيط، بنحاول نرجع لايام الصيف بتاعت زمان، نطير طياره، نركب عجله، البساطه في الحلاوه في البساطه، يعني زي ما بنقول. واحنا فكرنا كان طبعا كنا بننمي حاجات كتيره جدا من ناحيه الفكر المعماري اللي موجود في المشروع، وكنا بندعم او لازلنا كمان طبعا بندعم كتير من الشباب من خلال المشروع والجزئيات اللي احنا شغالين فيها. مشاركتي في معرض في سيمبوزيوم المصيف انا بعتبرها مشاركه مهمه جدا. فكره ان الاعمال الفنيه تبقى موجوده في وسط الناس دي، دايما اي فنان بيحب ان هو يشارك في حاجه زي كده ونعمل عمل يمس الجمهور ويحتك بيه. عملت عملين، من ضمنهم العمل الموجود معنا دلوقتي اسمه اصدقاء غير عاديين. بتكلم فيه عن فكرة ان احنا كمجتمع وكناس بقينا مهتمين جدا بالسوشيال ميديا، ما بقيناش بنشوف بعض، حتى لما بنعيد على بعض بقينا بنعيد على بعض برسالة، بنعيد على بعض ببوست، ما بقاش فيه الالتقاء بتاع زمان وان احنا نتقابل. كنت برصد الحكاية دي وبتكلم ان احنا ممكن نرجع زي زمان، ممكن نرجع نشوف بعض نتقابل. اول ما شفت جغرافية المكان و عرفت ان طبيعه المكان طبعا هي طبيعه ساحليه، فطبعا احنا عارفين ان الميه البحر يعني طبعا طبيعه مش طبيعه طبيعيه اللي احنا بنتعايش فيها، طبيعه مختلفه فيها زهر، فطبعا في خامات لازم الواحد يعني يعمل حسابه معاها وهو شغال يعني. فكان دايما انا طبعا مهووس بالمعادن يعني، وكان اغلب شغلي دايما في دراستي في الكليه او كده كان شغلي ليه علاقه بالحديد دايما. فكان اول حاجه جت في بالي ان انا اشتغل الستانلس ستيل. الستانلس ستيل الناس يمكن ما تعرفش ان هو دايما ما بيتفاعلش مع الصدى. انا هنا اخترت خامه الستانلس، هي تاثر خامه الستانلس بالجو او بالمناخ عموما يعني بيبقى بالنسبه بيبقى تاثير، او المعدن عموما معدن الستانلس يعني بيبقى تاثيرها خف جدا، فاخترت خامه الستانلس. وطبعا احنا بنلاقيها طبعا الخامه ديت موجوده حتى في المراكب وهكذا، فعشان كده اخترت الخامه دي، وفي نفس الوقت اديتها نوع من انواع اللون عشان اضيف نوع غير اللي هو البهجه اللي هي في الفكره نفسها، ما بين العلاقه ما بين الاب وابنه او كذا، والطياره والورق ديت، لا انا اضيت اللون كمان، بحيث اللي هو ان المصيف زي ما احنا بنقول دايما مرتبط بفكره الالوان. هتلاقي الناس بتحب تلبس الوان مبهجه، الاحمر الاصفر البرتقالي الحاجات دي كلها، فحبيت اضيف نوع من انواع اللون اللي هو اللي بيضيف نوع من انواع البهجه شويه. كان الغرض الاول في وضع الافكار بتاعت التصميم ان احنا نخلي
تفاعل، نخلي العمل الفني ده يبقى ليه تفاعل، الناس تتفاعل معاه، الناس تحس ان هي لو التصميم ده عباره عن مجموعه عجل فيسترجع ذكرياته هو في ركوب العجل في المصيف، لو عباره عن واحد بيطير طياره فيسترجع ذكرياته هو بيطير طياره في المصيف. انا اللي كانت فكره العمل بتاعتي عباره عن لوح تزحلق على المياه اللي هو تحسسه ان هو عايز ياخد اللوح وينزل بيه المايه.